رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عشر كأنه وحكوس أفسران دون عما دادا عقيدة دا أما التوحيد هذه عقيدة ليرادنا ومن عقد القلب قلب روح العرف ميائتة وإن لو كنت لو بعية هذه التوحيد ليرادنا وعقيدة كسا ليسا الله هو كريه سبحانه وتعالى صادرت إن هذا كريه يهي إن عرف ميسو شرحات هذه فافاهنت هذا مركز لنا على بعيدنا علم التوحيد بالإرادات ودمانتي وحو أذيقيا إن إلهي وكليه سبحانه وتعالى أضيت هاي مامو الكيسية وديسية سود دريدة وأموري أضيت هاي مغاعيديسية تلماما أولي هاي أضيت هاي أذيقا وحالا قادة دوني عبادة إنات سميسينات كليه شو إنت وحي سوي من إيسا إن إلهي إلا كليه له علمك أنت كشيكين يينا علم التوحيد بالإرادة علم العقيدة مركا اللي إرادة هذا وحالا كلا سارة يا وحالا ذات دون يا وحنا ووح بقل يا فرع باها صلاة كذي صلاة صومي حج لا هذه ومد عملك أباها إن أتسمي صلاة ما دو أو وقت له أو شروط له أو قابلوت كذلك وحج بيلك قيبنا وقيب انت كدن بيساء وحق قلب الرومين اياه وقبل لابة الشهادة توحيد كنا الرميسو الهي الوكلية هاي انبياد الى الرميسو اركان الايمان كانت لغو الشهادة هي شرح هذه فعفاه انت هذا مركب لغو لنعاه قفك وحن يسال الرميسي هاي بعض الربا قلبك يسيه ودنه يسيني كل كنت انتهو كحر انت هاي بعض الدنيا عقيدة لرادا ويريد عقادة وكنت انت اللحر قلبك وحي وقبصد سفي عن لغو قبطنا ولغو كنتي بالرادا نارت أفكا هيد يا نارت قلبك كسر قوضي إلهي ملكو كالقاضي وحجري لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم وحاد قلبك كوكو داري قلبك كسر قوضي وأنا أخافك كابرتي والله اللي سكيري سوى كفرسن أما أفكا كاغل عاي أما أفكا وابد كتير وكسبا وكتير هوس كومتشيرو سيدا منافقي الشهادة اللي وحبوا كنا واقع يعني في الاسنين مركب حالة ربا هدية التراهدو وحبوا عن خمائيو إن قلبي جيجا كوكونتادو الصحة المحوية هي علم العقيدة أرنتاسو السجارة وشرحية بدن كيسونا وأركانتي إيمان كي اللي هداهي تصد علم العقيدة يا هاي علم العقيدة وها أصلها كتاب القرآن كا هي سنة النبي كسرهن صلى الله عليه وسلم لوا أصل هي صلوه مركي هراء قرآن سود دعي النبي عليه السلام حديثي الصحابة نحشوي كدبنا وكتري كده انت عليه السلام دل قد يدري قانا نبينا فسرات دي الله نورابع حايل وما بحنين كتاب قار إلا ذقره وحقار الله أروريه وما بحنين مركي مدلة شوي بعدد كي واحد بضانا وحاسو قاري سد حرم ودي سوكرة مروي إسلام كي وافي دي دد بضان وأن دكتي عربت أصل كي اللقد يقيني أنا هين باصو إسلامي
intay carabiga ka yaqaanaanna barbarad noqotay, wax ka bartay, iyo dad carab ahaa oo xuduudaha carabta ay qowmiyadaha kale la leedahay deganaa oo luqadooda carabigu dadkay deriska la ahaayeen ay seer dhex gashay, wuxuu noqday fahmkii haddaba qur-aanka iyo sunnada la fahmayay midaan sidii hore u saxnayn buu noqdayo luqaddu luqaddii ma aha. Waa waxaa jirtay soomaalida sugaanteeda gabayga marka la tiriyo dadku wada garan jiray. Hadda laakiin gabaygii soomaaliga ahaa qaamuus iyo in la fasiro u baahayay sooma. Luqaddii baa daafaha iyo dadkii soo islaameen carabta ahayn aqoonteedii baa hoos u yar dhacday. Waxbaa in la faahfaahiyo, la sharxo, la jilciyo loo baahday. Marka dadkii soo galay haddana dadkii way bateen, islaamkiina waa fiday, saxaabadii iyo intii cilmiga taqiinayna way wada gaari waayeen. Dad badan oo waxna bowsaday, wax badanna aan aqoonna waa soo baxeen, iyagiina waxbaa ka soo baxay oo ka yimid. Markay labada isu yimaadeen, waxaa ka dhashay dad si khaldan wax u fahmay iyo dad ay masale ku qalloocatay oo badan baa soo baxay. Kadib waxaa loo baahday wixii hadba mugdi ku yimaado in la caddeeyo. Saa darteed abwaabta tawxiidka iyo kutubul caqiida ku qoran yihiin marba marka ka dambaysa ama faahfaahintu way sii ballaaranaysay ama waxyaabaha lagu darayaay waa sii badanayay. Hadda aragtii hore iyo aragto aimadii xilligii Imaamu Axmed iyo Imaamu Shaafici iyo ardaydoodii Muzani iyo raggii lamidka ahaa masaa'il kooban bay ka hadlayaan oo kuwaasaa waqtigaa mugdi ku jiray, kuwii baa la ururiyey oo laga hadlay. Dadkii ka dambeeyey iyaga markay yimaadeen, kuwii kuwa ka badan baa soo baxay oo in lasii uu faahfaahiyo u baahan. Waxay noqotay marka masaladii soo baxdaba in laysu geeyo aayadaha ka hadlaya iyo axaadiista ka hadlaysa in meel lagu ururiyo. Dadkii waxaan wada yaqiinay ma joogaan. Dad waxaa jiiya aqoontoodu ay hafaaf iyo yar yar noqotay baa yimid. Dadka inta soo hartay ee culimada ah ee wixii wada garanaysa, dadka wixii saadhayaaqay ayay ka kala fogaatay in loo ururiyo baabka mugdiya hadal baa ka yimid, waxaana qayb ka ah wixii ku yimid baa la wada ogeyn. Inta aayad ee ku timid soo qabo, inta xadiid ee ku timid soo qabo, haddana wixii saxaaba iyo aimadii hore taabiciinta ee ka hadlayna qayb kaga soo dar hadalladii ay ku fasireen ay ka yidhaahdeen. Muddo markii la joogo baabkaas mahaane mid kale haddana hadal soo bixi isna ha la ururiyo, mid kale soo bixi isna ha la ururiyo. Taa waxaad ka garan kartaa taariikhda kutubta la alifay caqiidada iyo tawxiidka markaa dib u raacdo marba marka ka dambaysa kuwii hore kuwa ka waaweyn baa la alifayay ama intii la ururiyey ka badan baa la abuurin. Tusaalaan soo qaato masaa'ilka iimaanka iyo camalka, ninka la yihaahdo Al-Ajuri kitaabu shariica la yihaahdo qoray waqtigoodii mushkilada waxaa ka taagnayd adan wax camala samaynin iimaan saxa waa iska yeelan kartaa. In janna haddii la gelayo camal loo baahan yahay suuban, yaa wuxuu soo ururiyey aayadaha qur-aanka ee ku yimid kitaabu iimaan baabul iimaan ba ku soo gaadhay. Ayada aad u fara badan buu keenay ardaygiisi Ibni Batta markuu Al-Imaana qoray intuu sheegay iyo in leeg wax ku dhowa aayada uu iska tegay buu isna soo ururiyo isla qur-aankiya. Ninka hore wuxuu lahaa intanaa ku filan, ka kalena waxa u muuqatay inta kalena dadka ha loogu daro haddaaban 60 ilaa 70 aayadood isu keeno oo ilaa 100-200 xadiidna keeno isla macnihiya, horta ma qanacdaayo kitaabka iyo sunnadu ma ku qanciyaan wey. Laakiin markii ka horeysay hal aayad baa la keenay, 2-3 xadiis baa la keenay, intaa ku filan baa la isdhihi. Dad aan hadal ka keenay baa iman kuwa kala loogu daray. Sidaasuu taariifka caqiidada horta ku yimid oo raggii hore
iyo ragga dhexe iyo ragga dambe laba saaxiibood waa ku kala duwan yihiin baaxadda masaa'ilka iyo adilada laysu keenayo hadba baahida joogta masaa'ilka laga hadlayo waama gaar wax looga qorayo hadba meesha uu mugdiga ka jiro kadib ragga qoraya dhinaca kale marka laga eego laba qaybood bay ahaayeen qayb xoogga saaray keliya aayaadka iyo axaadiista mas'alada ku yimid iyo saxaabada maxay ka dhaheen iyo qayb intaa ka badan ku daray oo markay intii keeneen dadkii murmayay ka jawaabeen murankooda oo hadalkoodii intay qaadaan dhigay yidhi hadalkan sax maaha sidaa aad tiri saas uu khalday yahay kanaa sheegtayna siduu u khalday yahay sida cusmaan ibn saciid addaarimi kutubtiisa naqdiga iyo raddiga ama ha noqdo kutubta uu qoray ibni mandah ee raddiga ah calaljahmiya ama ha noqdo kutubta uu qoray ibnu khuseyma imaamu laima kitaabu tawxiidka iyo iimaankiisa waxaa badan bay kaga duwan yihiin ama ragga dambe abulxasan alashcari kutubtiisii maqaaraadka iyo ibaanadii ha noqdaan intaasi guud markaan idhaahno fuqahada shaaficiyadu ama culamaa shaaficiya fuqaha iyo muxadisiin iyo kayrkoodba markii la yidhaahdo caqiidadu waxay xigtaa qoraalka iyo kutubtii la qoray marka la eego waxay xigtaa dhanka taaliifka kutubta xadiidka oy sanadkii iyo xadaanaa xadaanaada la wadaagtaa axaadiista kutub lacaqiida la ururinayana waa qayb ka mida axaadiista ku jirta kutubta waaweyn ee axaadiistoo dhan lagu ururiyey qaybo ka mida weeye ilan kutubta waaweyn tii fiqiga ahayd wixii tafsiir ahaa wixii caqiide ahaa wixii akhlaaq iyo aadaab ahaa wixii siiro ahaa oo dhan baa lagu ururinayaa qayb ka miday bay ururinayaan maadaama waqti dheerku fuqahada aimada shaaficiyadu ahayaan dadkii ugu faraadhow dhuubnaa ugu aqoon badnaa ugu qoraal badnaa xadiidka iyo culuumtiisa wixii la xiriira saas darteed waxay noqdeen kutubta caqiidada ee xadiidta leh culummada ugu badan ee qortay ahaayeen culummada ugu badan ee kutub caqiidaa oo ayaad iyo xadiid lagu ururinaya qortay oo fuqahada shaaficiya culimmada shaaficiyada waayo inta kale waa dhif iyo farkutiris inta kale waa dhif iyo farakutiris horay hadda ka soo qaada muzali waa markaan ruwaada qaybta hore xataa imaamu axmed ku darnee madhab ulqadiim ruwaada shanta ee imaamu shaafici ka wadiisuu ka mid ahaa haddaa ka badaysana ragga hore caanka ah cusmaan ibn saciid addaarimi waa raggii shaaficiyada ibnu khuseyma iyo kutubtiisu waa raggii shaaficiyada aajuri iyo kutubtiisu waa raggii shaaficiyada kuwanaan isaabuuni iyo kuwa lamidkaa waa raggii shaaficiyada kutubta asaaniidale bayhaqi asmaa wasifaat iyo alictiqaad iyo dhammaan waa raggii shaaficiyada fuqbadaahinta qaarkood qof iyo labaad arkay asaaniidda musnadada laalakai waa shaaficiyada xanaabilada dhowr nin baad arkiyo ibni manda iyo ibni bata iyo dhowr nin baad arkay maalikiyadana dhowr nin baad arkay xarafiyadana waa qalla waa nadara waayo sa darteed kutubta ugu badan ee caqiide sanad leh oo aayaad iyo axaadiid iyo aqwaal saxaaba iyo taabiciin iyo aimadii ururinaysaaye inta ugu badan waxaa alifay waa da rag shaaficiyaan taasi waxay cad astaan u tahay shaaficiyi iyo ashcariyadu waa dambe isa soo galeene waagu hore golaha shaaficiyadu fiqiga ku akhrido ashcariyada waa laga raacday jiray waa laga dhagax tuu jiray ka kacaa la dhihi jiray majaalista waa laga kicin jiray waa dambe oo dowladihii ay hoosta gashadeen bay u soo dustay markaas ay dadkii dambe waxay moodeen shaaficiya iyo ashcaariyadu inay tol hoose iyo xigto gaara yihiin laakiin wax badan baad arki doontaan
سلسلة شافعية أي عقيدة ذكاء قرآن بان أقرن دونا كتاب كان مناسبة رمضان كيرو كنا بان كارون بانو دورتي عامان تان بالله سلسلة كتاب أفراد بوكان نقن دونا سلسلة منهج كا إتلمام يسقفكو إنو شافعية نقن كورو في الأصول والفروع كتاب كوباد وكان وور يقول يرو السنة للمزري مزري وعرضي شافعي فقه شافعي ذو أنه حيثوته مختصر المزري كتابك الله أحبه نقضنا الاعتقاد أبي بكر الإسماعيلي كسلسلة عام كتابك سدحانا ومنظومة السنة للزنجاني وأفر يعفرتن بيت قياستي ذو ميرها صح كتابك أفرادنا كتابك الصابوري ونقضنا كتابك شنانة سلسلة داسي اللي بانا عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري والمقندورة إن شاء الله كتابك اللي حالي مختصر الشريعة للأجري أيو المقندورة كتابك تضمان الاعتقاد البيهقي أيو المقندورة وحين تأكدن بأي وخلاصات يهدي الله بعض مقالات الإسلاميين اللي دلمروا للإمام أبي الحسن الأشعري يهدي اللي دلمروا الاعتقاد وللاركاي لابي القاسم اللاركاي يانا لا خلاصيه ولا سوق ولا دول مراد واحد الاخر كرما انا لاركاي ولا سقال مجلد واحد كان كرنا وافرق يا مذاهب انهم لا خلاصيه ولا سوق كوبي ما انا ده بقول يا شب قر مذهب لما ولا اخر كرم لكن انت اصحاب الحديث في قبال يا ابو حسن الاشعري ويري ان تعقيده ليدي ويري بارك آخر يدونا هذه لغا مارن واي هذه إن شاء الله تعالى إله الفضلية أجاشنا هي أعمارتنا أي نوسيد إذا سكتب كتابا نقرأ إنه كتاب كلا إرادة عقيدة السلف وأصحاب الحديث مقع أول إرادة إن وقع لغا تشارانا والغم مقع أول عقيدة السلف أصحاب الحديث الإرادة إن لإرادة الرسالة في اعتقاد أهل السنة نوال إرادة منك قرينا وحبو كتل المامي دونا رسالة وحا قرينا اللي يرادو أبو عثمان إسماعيل إن عبد الرحمن الصابوني سدع بقول تدواتن يسدع يجردو مركي هاي بنا شيء أفر بقول أفرتن يسغال نوولو دي وحكونا شيء مقال اللي يرادو هارات علماء قاركون الهروي اللي يرادو مركي الله نسبين ايو لول كان هدى خريطة جغرافية عن أفغانستانة ونحن نتكلم عن المجال الذي يجعل النيسابور وجمهوريات الصوفية كجو أي لحظة هذا مجال الإمام المسلم يكسر شيئا لأن الإمام المسلم عن النيسابور يبال هذا يركر الله منه رك شيوخ بدن بولها عن دور من كشه وهكذا الإمام الحاكم نجا كتاب المستدرك إسكاله ابن البيع نعان كقوله كتب بدن قري صادرت أبو عثمان الصابوني وحي إسكو وقتي هايين أبو بكر البيهقي لبضا ضمن آد وحي أوريان أبو عبد الله الحاكم كتاب كان أنا ورغوتي قدونا سوى أبو عبد الله الحاكم آد أوريين أرضيض الرقي وضع هايين آد أوريين أبو بكر البيهقي بها كمدا وسنا كتبتي صدن أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله الحاكم أتوار كدونتا أتوار كيس الشيخ هذيها رجع فوق هذا علماء وحكم ذا فقيه مفتي شافعي ذا مجال ذا النيسابور جو كرا شيوخ ديسي حدنا أرضي ديسي كم ذا نكلا يراهدو أبو الطيب سهل بن محمد الصعروك مفتي مجال ذا ديجان كا شافعي ذا وحنات صاحب وراها أبو عثمان الصابوني أبيه مركا بيه دين تيويل كني لو يتمن شربوها نكا عن تكوهي كرسي أبيهنا كالي فريسيري قول عشر كيسانا عن كم قران شرين باوحوها أبو طيب سهل بن محمد السعروك وأنا شيخي سي وأنا صاحبكي وأنا شيخ أبيه صاحب لها إساقا أنا كورقب كيسيا لولادر دارمي هذا أنا أرضي كيسي وحكا لكي سنجرتيبو كمدها
وحكمنا نلديه جري أبو الحسين الخفاف أبو بكر الخوارزمي وسأل الخواري كتب رم كواري نكاس أرضي دي سي رب ضن وعين ما دي الشافعية ذاك مذا أبو المحاسن نكال اللي راهدو الروياني بحر المذهب نكيس كله كتاب فقهاء الشافعية ذا مراجع ذا وعين كم ذا بحر المذهب نكيس كله أبو المحاسن الروياني أرضي أبو عثمان الصابوني بوها وحكم ذاها فقيه الحرب نكيل اللي شري الشافعية ذاها أبو عبد الله الصاعدي وشوف قال الشافعي ذو كل قبوا الذي ينفقيه الحرب حرب قرقوع اعتكافي شري شافعي ذا مرجع وها أردني أبو عثمان الصابوني بها وحكم ذا أبو علي البيهقي إسماعيل بن أحمد الذي شري وأرجع ما وراء النهر يتشغلش الذي شري شيخ القضاة رضي قضاة هاي أنبع السنة ومرجع يا شيخ وهان شري أنا رضي ماذا شافعي ذا وحكم ذا فقاد عن كايدة شافعية ذا نين الذي جرى أبو قاسم السلمي المسيسي رجعي رجعي وش أشاعر ذا قضايا شو ذا هانا أبو بكر بن فوركيو نيك الذي جنين كراه مالكي سبوها لكن كتبت أبو الحسن الأشعري أوروريينا رجع أرداني سير مجلس كي سفرني جري كم ذا هاي مركي مجلس كي سرقع أبضان فرنيان لباتن شرمونا قالين إحنا قد يسان عي كم قرين إلى هو يلي وأنك تضواتن يسد حليل الشيء قرن يا أفراد حكسو قالي لباتن يتضوصن أفرتن يسقال سنة قدر كنتن لباتن يليح قدر تضواتن يليح سنة قدر رحمه الله تعالى ننكاس أيوها كتب رب قري وحد رسمي عن أرقني هذا وقت جينا كنا هنا جسوا قاري كتاب 40 حديث اللي يرادوا لي هاي وإمام النووي 40 كمرك كشي كيري ذات 40 كقري وقدر يسلا كتاب كرو حليه اللي يرادوا لما بقول الحديث ويسال لفت يسمى رب هذا وشيء دونه كتاب حليه اللي على انتصار وعقيدة وكقري وكان آذوا وين وكان كسوا قابي سلا مرة بدل شيء دونه كتاب الدعوات اللي يرادوا عقيدة أولية هي سقرة وبيهقي مع كل شيء نورج الكتاب كسار اسماء والصفات نكاس وينك كتاب القرآن أي مذو أب وأمانا أن لمن يكون قاب صدق وذكر يا مالك مدها ننسك وقت بيهايا وبيهق نك وننا ونك فقاد شافعية الترجمة هو كقرآن كتاب هو والسك وطبقات الشافعية الكبرى قري ربه قري ترجمه ذا كان عكامدة وهو كان أمان بكرة دولعي صار كدونه بيقصوا حليه نين كان إمام المسلمين حقا مسلمين تا نين يكد إذا بؤية هاي أو طب الرم بؤية هاي اسكشاك شاك ما وشيخ الإسلام صدقا مسلمين تقولنا شيخ بؤية هاي ورنة وأهل عصره كلهم ذكر لنا ولا لما أنتم مذعنون لعلو شعره في الدين إنه ندرة السرع كل الدين تيهيبي وراء أقبل سيهن وحسن الاعتقاد إنه عقيدة في عنابي سكوة الرعسيهن وراء أقبل سيهن وكثرة العلم إنه علم بالله ولزوم طريقة السلف صحابتي يتابعين تي أي مدي دتكي ولا سنة تذكر الوعي أو السجد لازم يوصل كل حن بعلى سكوة الرأس يهيب ما هو البهاق شافعي ذنا ما الجار كريا له وعلى رضا أنت شافعي مذهب كيسة شيقته لما شافعي بحق كله مركب بهاق اللي قرره بيهقي مع الشافعي حق له هذا حق له يسكوه يغلان أيوه بيهقي يا شافعي شافعي حق له له سيذا مذهب كيسي أخذ ميهي أقواشي سينا أوليه هذا داخل إذا السنن الكبرى يا السنن الصغرى يا هذا البقر آخر إذا المعرفة
وحي إمام الشافعي يري وضمن أقوالها اللي هو سنة سنة وذيال المعرفة في السنن والآثار عن الإمام الشافعي. هذا دخل الكتاب في مناقب الشافعي إيه أنت وحي شافعي هذا اللي غش هذه أدي أما أنت يوم إنه صل وذيال يو رات كودي وذاك يعني هذا الكهيب البعيد مع عدين إنه يري واكهيب الباكم مغلي هيب الباكم مغلي هيب الباكسي مغلي إلا أنا واكم مغلي وري. خدمته خدمية وحال إلى المركز شافعي كستا ومذهب كاقب صديق إمام شافعي مع أبا الكل مركز لغرية بباهيقي بيهيقي السرع أبا الكل شافعي مركز اللي يرى إخواننا الأشاعرنا ذاتك واوين الترصدام بكمدية وكاوان إسكو وقت بيهاية إسكو شيوخ بيهاية هذا الكاسوير شافعي ذي المتقدمين تحايد بيوحكا الله أشاعرنا المتقدمين تحايد كوان دنبا معا كوان دنبا معا كرانا وحكاها اللي يقولن بيعرف تقول افتانا كوة دنبنا شافعية ذا هي أشعرية ذا وحي شيوخ ذا وهوين الزيان كمذا التاج السبكي طبقات الشافعية الكبرى هذا الكابي هاقي مركو كاري كدي يسوح لي كان مجمعا على دينه وسيادته دين تيسا يهوله الموت وياهي العلماء والله يسكر رعصنا كو وعلمي علمي سنة والله يسكر رعصنا لا يختلف عليه أحد من الفرق ومضى كل الدول كوحها كل الدول لا بيسكو بدي درو النكر النسح على نواهايو علمي الدين لو نهاري وكا التاج السبكنا انت أصلا ده الله وي بدأي هينو كبدا وقت بدا إن أنجلي مرة انت كذب كتاب كيسو انت نهر سند كامل كات كتكتون ونوى الله يسار ديوز كبدا آخر سن كران شيخ اسماعيل بوحدي شري بخاري مسلم كما كو اخرن اي غارسا بوكو اخرن شري ونادي شري بكا سو حاضرته ددكن حدثنا وحكم قرن يعني عربت انا كو سو ديدينه ادو نبي يوسف قال رسول الله عليه فارس ادو كتاب كفيريو نبي اكتي سي وسي سو بوري شري قال رسول الله مكان سو غاد انا حدثنا دي انت عربت ما يعود كو سو ديدينه magaca aqaxsa laakiin kitaabka ninka qoray sababtu u qoray buu ka sheekeynayaa wuxuu yidhi alxamdulillaahi rabbil caalamiin wal aaqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alxamdulillaahi allah mahad iska leh rabbil caalamiin unkan dhan rabbigii lahaa wal aaqibatu ciribta wanaagsanna lil muttaqiina intii isaga ka baqday ee ka cabsatay baa iska leh وصلى الله نحارس الله نحارسته على محمد المحمد يو على آله غير كيسي يدد كيسة يو صحبه صحابه سي أجمعين الأمان أما بعد انت قدر ورده أرو خطبان الملك رجو هراء ماذا حديث كتبت القرآن أساسا لو يقين قال خلنا حدثنا وكبر العبان قال كرانا سيدر يوسف القابية فإني أنقبل أبو عثمان الصابونية لما وردت مركان إمد إنتري سفر بو كي إمد آمولا طبرستان مغالا ذا اللي يراهدو إيو بلاد جيلان إيو ديغان ذا جيلانو إنتا بحدا قداء حدود إيران باع مركان تري سوى سفر تري متوجها أنو أتشيدة إلى بيت الله الحرام كعبدي حجر أو سعودة markii xagga afghanistan iyo wadankii uu ka yimid uu ku dhashay xaj buu u socdo halkaas aad dariiqiisu soo maro marka la maray iyo wasiirada qabri nabiyihi muhammad sallallahu alayhi wasallam qabriga nabiga inaan soo ziyartana aan doonayo wa ala alihi wa ashabihi alkiram saalani ikhwani dadkii walaalahay ahaa in deegaanka كل ما يبقى وحي ويديستين إخواني ولا الله في الدين ديتا ولا الله كواهين إما قالوا ينكا يديقان كهابا ويديستين أن أجمع له إن أنا أروريه فصولا دور فصره مسائل وحوغية وفي أصول الدين أصل كدين تي عقيدة ده إن أنا أروريه التي استمسك بها التي مداسه استمسك أي قبصة بها أيضا
الذين ددك مضوا تجي خيارتي هراء تكتي ومن أئمة الدين دين ترقي أي مضي مضح ضوها إيا وعلماء المسلمين مسلمين تعلم ضوذي هراء مسائل عقيدة ده وحي أي قبصة ذالية وحي هما إسماعيل إن عمو أروريون سوتو سيو أي إغدى البدن إيا وسر في ددك هراء الصالحين الصوبنا وهو هدو هاروني وهو دعو الناس ضدك أغوياني إليها مسائل كاسية وصوشاس في كل حين وقتك سأغوياني وهو أنه أي أديدين ضدك يكرربين عما يضادها وحي كور إيمانيا وينافيها ديدية يكرربين جملة المؤمنين قودهان بضدوم ضدك إلهي الكرميين إيمان كره المصدقين الرميسان المتقين الله ركبقية ووالو أي حريريين ضدك أي مليه في اتباعها الرائتان كذا أي ضدك كحريريين وكسو لويستين ووعدو أي كرع اللوبيري كن عين فيها ليضا درت ضدك الديني وبدعوا قار أي بدعيين سنة كل حذان وأهل البدع أي قاركات كنهان وكفروا أين قاليين قارك كالي من اعتقد قفك الرمية غيرها إلى وحانين سير كاسو السجوشرة كوضتك إيغا خلافية سيان 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 عين الرمية أي وأهل البدع دهن قارن الدين تكب حبا دهن سير كاس إن عروق وروريو وأحرزوا أي حيرتين أي قبصدين لأنفسهم نفطوضة أي قبصدين أي قار وروصدين ولمن دعوهم يددك أويران إليها يدا بركتها بركة يهو أي قبصدين أي حيرتين سيلك بركة ذي بيكو قارين يهو أي قاتين يددك أويران يدريق وضرع لبضهم ويمنها وبركة ذو مأريك له وخيرها خير كذا وأفضل أي قارين إلى ما قدموه وحي هرمر صدين ومن ثواب أجره من ثواب اعتقادهم إن الرميين ويكون نغير قلبه ويكون قنتين لها عيادة أجر كي كهرين أي قارين مكين انتان لكل من إيا وستم ساكهم قبصة الشضوري بها أسوشا عدين تاي قبصة دين إيا وإرشاد العبادة الدوما يكوهرونيين إليها أسوشا يو حملهم ضدك يكو حنباران يكون رجاليين وحثهم بورنتوني إياهم ضدك عليها أسوشا يكون بوريين انت سدا تلمانتا مسائل كي أسور الدين كارها إنانو أروريا لأي غدا البضي كدما المحان سبيين فاستخرت الله تعالى إلهي بان خير ويديستيون استخارة سبيين لو يزير عدود بوتوكالي إلهي ببريي إن أنت أجيب أو يرى أروري أو خير كتيرو إن خير كتيرو إسكدايو وحاوصوا بحضي إن خير كتيرو سمايو صفرت بكتابة مقرى مركة وأثبتت وحان صغي في هذا الجزء جزء كان هذا ماشا ما تيسر وحي فضوض عضي ومنها مسائل كي كمدة على سبيل الاختصار سكوبا من سفرة مسائلنا لغا دالبادي باسو أروريي سيكوبان وحي مركا وكاقاريوي رجاء أن ينتفع به رجاء أن كاقابا إليكو انتفاعان أولو الألباب دادك عقلي يوال أبصاري إنه هي أركتدا بالي دادك وحنا أركي وحنا فهمي قلبي ووضا خير كإلهي أفري إليكو انتفاعان والله سبحانه والله سبحانه وتعالى إلهينا حمان كهفناي يحقق الظن ملها وناكسا وحقيقيا وقفك سكرات كأسور نبي ومنهم حديث القدس إلهي وكوري أنا عند ظن عبدي بي وكان ما هي حديث كهديك الله هي حديث قدس ومنه قدسها أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أدونك يقول حيث يغمى رئيس تاون بانا هاي وحدونها يغفش
خير يغفر لنا خير بعد يهدي ودلال كذا لا تماط ويجزر وينيا علي يجزر وينيا علينا كرك يغا المن سيستي عطيدا انو نسيو اما غلاديسغا بالتوفيق انو نوافجي للثواب حقا يا والصدق الرمتة يا والهداية هنونك والاستقامة توسنان على سبيل الرشد تتك هنونك عنك توسنان يا والحق عنك توسنان بمنه فرد جيسة قلت جيسة يا وفرده ليرات كيسية أبال كيسة هل كان أحبك الشيء بورا جمال سببته هو اللي في كتاب كان قري dad kaas oo isagu xaj u socdo oo soo maray ba ka dalbaday ka codsaday markay ka codsadeen istikhaarada Ilaahay uu weydiisteena u tukadeena inuu aqbalaya u soo baxdo oo khayr ku saaku jiro laba wuxuu sheegay inuu safar aha oo deegaankan uu sanahay oo kitaabkan nin safar ah qoray saddex wuxuu sheegay kitaabkan inuu soo gaabiyay oo wixii uu ka gaaray marka ay ahayd afar wuxuu sheegay kitaabku waxa uu ku ururiyay tilmaantiis kitaabku wuxuu ku ururiyay waa masaa'il kooban oo aqeedada iyo usuluddiina masaa'ilkaasi waxay leeyihiin tilmaamaha soo socda waa masaa'ilka dadkii hore ee ummadii muslimiinta iyo salafkii suubana ay qabsadeen dadka ugu yeereen waxa khilaafsan uga digeen qofkii raacay ay soo dhaweysteen qofkii diiday khilaafay ay iska fogeeyeen ay iska riixeen laba ay u qaybiyeen qaar ay diinta inay ka baxeen ku xukumeen iyo qaar dariiqii toosnaa inay ka lumeen oo bidcoolayaal yihiin ku xukumeen sidaana ay ku dhinteen qabsashadeedii ku dhaganaanteedii dad ugu yeeristeedii fidinteedii ajir weyn ilaahay ay kaga sugayaan ay sidaa cimrigoodii iyo noloshoodii ku dhammaysteen taasoo ay tiir la weydiistay tilmaantaasuna kitaabkan u qoran yahay masaa'ilka uu sheegay caqiidada ah ee kitaabkan lagu sheegay waa dhowr qaybood inta ugu badan oo masaa'il caqiido oo la xiriira أركان الإيمان مسائل كقيب لبعض مسائل كاس أدلة للشيخ القرآن كي السنة إن لا قبصه بين إيجيلين يان إن لا خلافنا ويكدي يان مسائل دوره الاتباع وترك الابتداع يعني السنة إن لا راع طريقة ذكر الله له إن الله خلاف خلاف شرك ليه عقوبات وليها بركة الرد وليها مسائل حوغي أهنا قيب تاسي قريا مسائل أور أهنا وقبابية وعد قوت وقيبة قضال كيمان دونا أور مسألنا ومسائل فقهية أو كل معنى سنة رأيذين سوى شيغي هذا مسائل كي هذا ليمورا كي مادو oo sidii saxda ahayd qoraa ay ku aanbaxaan in la khilaafo oo wax kala dadka loo jeediyo baabka caqiidada lagu dareeyay min hadal baabi bay ka soo galeen masaa'il imaama ya taa'at wali al-amr ya xuquuqdu leeyahay halkaas ay ka soo gashay masaa'il ilaana al-mas'u ala al-khuffayn yara halkaas ay ka soo gashay masaa'il kalana halkaas ay ka soo gari doonaan oo aakhirka uu ku sheegi doono inta uu sheegay badankeed waa la isku raacsan yahay mid iyo laba gadaal ahna isagaaba sheegi doona sida la isugu khilaafay masalada taariku salaadka iyo masalada sixirka isagaaba inuu sheegi doono qaybaha dambaha kadib wuxuu qultu waxaan idhi وبالله التوفيق إلهي بين وافتين تكاعة طيب وافتين إن أصحاب الحديث ذاتك الحديث كالسنة النبي كلها قال المتمسكين هيستي بالكتاب والسنة كتاب إلهي سنة النبي حفظ الله أحياءهم
الله دورة انتو ذا نور ورحم أمواتهم هون حريستا انتو ذا لمطيه يشهدون لله تعالى إلهي وحي أقران ويؤقبلان ويؤرميان بالوحدانية كرئنوية ولله لباتشرين رب لباتشرين معبود لباتشرين تانيكي كو خلافة صلى الله قال يما وكفروا دي بيسوغري وللرسول النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة إنه رسولنا نبنا هذا القرآن قفكي ديدنا وكفروا ويقالين شرين ويعرفون ربهم عز وجل رب وضوحيك أقون صدام بصفاته تلمامه التي تلمامها صو نطق بها وكل واقعي وكهر لي وحيه وحيه يو تنزيله سودة جنتيس كتابك إلهي سودة جيه وحيه إيه سنة النبي إيه وحيه أو تلمام دون إيه وحيه كمدته وحي الشيغان إلهي كنت المامين إيه كأقون صدان إلهي لويه أو شهيد له أما أوقري بها ستلمامها هي صفات كاف رسوله صلى الله عليه وسلم نبي يسوع أرى ما وردت الأخبار سدى كسو أرى الحديث الصحاح أصغر به قراءة كاية المانتس ونقلت أيسو قوريسي نبي يكسو قوريسي العدول در عادلين الثقات الوكل سويهي عنه عن النبي يكسو قوريين ونبي الصحابة دي ماكا كاني صحابة التابعين تأيما دي ماكا كاني تابعين تأيما دي كان المسلمين تأكسو المقري ويثبتون له الله حيوصه عن عز وجل ما أثبته حيوصه أن لنفسه نفتيس وحيوصه سراسا أهي وحيوصه عن أهوهي في كتاب كتابك سوصه وحكستو إلهي كتابك سوسكت الماما وصاصا هاي راهدو هاي بيدحان وانا قبل لي وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما بقى عربك سوحكستو جراهدو وكسوا الإلهي واصد عصنا هاي بيدحان هذا الكما كان ربي هدو إذا سلاصان هاي هاي نبي هدو إلهي ربي واصد عص هاي هذا الكما سوحليا محالو تريه محوكم نقضيه محالو تيدايه ورئيه مرن ميقانان إلهي سوء سوء ساسانا إنما دين ها أنه أقبل ما نفر نبي يسوء سوء نما دين إلهي واصدا ها أقبل مضح ورقبل انتاسي يقانان ولا يعتقدون من الرميان قلب قوضة كمر رميان أما مسكح ذوضي فكر قوضانا مقشو تشبيها إنا يوكتهي إنه كيسيان لصفاته تلمامها اللي بصفات خلقه أمكيسة تلمامه هذا إنه يجهين مرنا مانك هذه عقله هذه عقيدة هذا مرنا مقش إلهي السيدة وايهي مرنا نتآذ خلقه سأميك فيقولون وحيد حيان سفع ربه يسوع إنه ربي خلق آدم آدم بوابوري بيده قعنتيسه وقعن بكو أبوري قعنتي زمحل بهذا كما نص سبحانه في قوله سو إلهي بعد مركو يري عز من قائم إذا هذا الشيء ساوقت عزية شرف بدنه قال إبليس قال يا إبليس إذا قال الرب وحيري يا إبليس إبليس ما منعك محاكودي لي أن تسجد إلى السجود لما خرقت متكي عن أبوري بيدي لبدا إذا قعمت أنكو أبوري سيره مرنهن آدم قعنت إذا كو أبوري صح قعنت إذا كو أبوري أنك هذا كان رقم فرغير ولا يحرفون مبدلان الكريم الأريضة عن مواضعه ماله إلهي دقيقه كشيري كمن له اللحية يعني وحلو تشيدا وحلق وضع من يقانا ما هي تهيبون وليتين تتحريف كعه بحمل اليدين لوضع قعمود آيات بيدي أيتر إلا أفسره على النعمتين إلا من نعمه إلا يرهده والتحريف كتاب كده إلا بدل أيه وأهل الحديث كوحاس ما يقانا
أو القوتين إن قوة لبع أبوذود يقوة لغو فاسره يدبان كو أبوري نعمة اللغة تشيدا يقوة أبوذ باللغة تشيدا مرنا مرنا وإي إلهي سومدين بيدي لبعيدا كعمد بان كو أبوري ها لبعيس كعمد بكو أبوران نقدح هنا بلهي واقع عن خلق ويد حاشا نهر ما إنه كعمد معها سيدا كوة إليهين نحن نعمة هي قدرة أولية التحريف وهي وحكتو تاع شاعرة ذاك خرم شاعرة ذي خرمها كون دم به جهنم هذا نقضي تحريف المعتزلة معتزلة سيء بدلين يسعوا نهان يا والجهمية نمك معتزلة واصل ابن عطاء يكو عبد الرسالة يا نمك جهمية جهم ابن صفوان كو عبد الرسالة أهلكهم الله نك الله كان يقول قم تالله وستا كواس الله الطمية كواس هذا الكراه يبدله ويدي بمعنى النعمة والقوة لها ولا يكيس به الحديث ولا يكيفونهما مقابيا بكيف قاب تعمه إلى إساسي وجهنا مدهان أو يشبهونهما أمي كيسيان بأيدي المخلوقين قعمها أمك إلا أمك قعموا لي آدم وكووا ليه حولها النور قعم إليه حيوانات بضنوا قعم له باشرة هذا خلق يلفتيسو اسمه قعم يكا مركا آدمك اللي يبنيه ميني أمك أمك اسكوا رقبه قعمها إلهي إلا الشيغي مبها ينكو خلقي سيء بهين وقد خذلهم تشبيه المشبهة كو إلهي خلق وكرا كنغا سيدودا مدهان خذلهم الله خير كالله كقادو الله هو تشيو خير كدر الله سيتيوا كو لبدا قولنا نك الله كدغوي قولنا و خيري خير كو دم با الله غرمري كو وا كو اياتك إلهي و اسكو تلمامي سيده و شيغي لغما ودو ما دخي كرتيري كو و كو ييري اونكي سو لميديا لبدا و بركه بين بركه الله كقادو وقد أعاد الله تعالى إلهي وكمل أنجلي أهل السنة تذكر السنة الرعاة من التحريف أريدي إن معنيه سل اللي يحييه سيدا معتزلي ذي جهمية والتشبيه إن خلقه سلو يكيسيه سيدا مشبه هذا والتكييف إن لقابيه وصاصة يؤكتهي اللي يريد هذا نمبر ومن عليهم أهل السنة وحقوق الله يستيق بالتعريف أريج معنيه سئنا إبران قفكي عربي أنا عربي جواب يقان قفا عربي هنا عجم أنا لقد يسوح معناه كن قنيه إلى يرشنا ويد منك عربي هذا لقد يسيب يد كطه سوالي عمرك إلى يد محل إلى هذا أنا ترى هذا قعوي لقد هذا إلى يوفى سرار أريج معنيه سل لقد وحكوا يرشنا والتفهيم أي فهنسيان حتى صلكوا إلى عقادين سبيل التوحيد طريق إلهي كريم يهي وح والبا إن لقاده وحتى صفات كيسو اتشبه هذا مرها إن لقرب إغي كرانا مرها بإلى هذه والتنزيه إن لقاه فخلق إلوه يهي والله من نقن كرم وتركوا القول هذا الكين ويكتغين بالتعطيل إريادا معنى مرها لقرانا ينا مدهان قربه كلي بيديه وحلو غتير ما قرانين الله أعلم ماذا هم بولي أمي هذا إلهي إريادا وكشاغي معنى ماله معنى اللي فهمي كرانا ماله وإلهي بوحان لقراني بكوها الله ماذا هم إرهي لقراني وإلا فهمي دادك لني فهمان وقلتنا قريب إلهي خلق كلها الله يو التشبيه خلق يو كيسين تيسرا ماذا هم صدرت بحالي لنا تعطيل أريد معنى ماله كان ماله كان ما كان ما 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 وحلب ما هو استوى ما بيمينه ما بيده ما على عيني ما وجه ربك ما ما بتشرو 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 وح معنى أبو ماله هذا بقى رأي ذي له شيء هل كوا حكتنا لا طيب من له إلهي إرايده كوها الله وحما معنى إليه إلا فهم مرها إلهي الدين له أدو أعتمعته
oo tiraahdo dhalaya intaad hadasho wax macnuu leeyihiin ma laha, waxaa caytan wey isaga u saxaya ilaahay. midkii khalqiga kala mid dhigana muxuu diiday? watabacuu waxay raaceen qawla allaahi caza wajal laysa ka midlihi shayun wahuwa asamiicu albasiir. nafi iyo ihbaat, laysa ka midlihi alla oo kale ma aha shayun waxna, wax ilaahay la mid ah oo la barbar dhigi karo oo lagu tilmaami karo oo lala mid dhigi karo oo lagu soo qaban karo oo looga tilmaan qaadan kara ma jiro. laa jiritaankiisa walaa marcyadiisa walaa sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa. wahuwa asamiicu, kii maqla weeye, albasiiru way arka, wuu arkaa araggiisuna ka khalqoo kale maaha, wuu maqlaa maqalkiisuna ka khalqoo kale maaha. soomaadan arag ilaahay waana maqlaa waana arkaa, laakiin meesha ma taallo sidee buu arkaa waa su'aal khaldan. sidaa iyo sidaas uu arkaana waa su'aal ka dhalatay oo sii khaldan. sidaa iyo sidaa haddaad tiraahdo waa kayfiya qaab baad sheegtay. haddaad keenta see u arkaana taasaad daydayaysaa. intaa halkaa ku hayso gadaal bay faahfaahinteeda abaab dambay kugu iman doontaa. wakamaa warada bidikri liyaqoye wakamaa warada alqur'aan, sida qur-aanku ugu yimid bidikri liyadayni, laba gacmood ilaahay in loo sheego, fii qowlihi limaa khalaqtu biyadaya aan soo marnay, iyo waqowlihi aayadda kale bal yadaahu, ilaahay labadiisa gacmoodi mabsuutataani waa fidsan yihiin, yunfiqu waa bixiyaa, kayfa yashaau suu doonu wax u bixiyaa, cidnama xiriiri karto. oo markay yuhuuddahaan ilaahay waa bakhay, yad ullaahi maqluula, ay ilaahay gacan adaga bay dhaheen bakhaylsana, gacmihiisaa saaca bay dhaheen bakhayl waa. ilaahay waa gacmo furan yahay bari, waa deeqsi, waa gacmo furan yahay, suu doonu wax u bixiyaa, waxaa la mid a kuu doonana waa u diidaa. marka adugu iska caytan meesha, waxay la mid ahayd markay kale yidhaahdeen ina allaha faqiirun wanaxnu aqdiyaa, ilaahay waa sabool bay dhahe ugu cayroobi annagaa xoola haysana, maxay ka keeneen war masaakiinta wax siiyo wax la baxa la yidhi, man dha ladii yuqridu llaha qardan xasana, ha ilaahay anagu deynna weydiisanaya inaan bixinno, waa cayroobay dhaheen waa xoola beeray. nimankaas imtixaanka ah, nimankaa imtixaanka ah. nabi muuse la taagan leh waxaad ma sheegaysa, haddii ilaahay kusoo daray natuso ha nala hadlo arrina laha jaaratan. nimanka waxaa wey la taagnaa baa loo jawaabayay, bal yadaahu, ilaahay labadiisa gacmoodi, mabsuutataani waa fidsan yihiin, yunfiqu waa bixiyaa, kayfa yashaau suu doono. labadaa qur-aanka sida loogu sheegay waradat alakhbaaru axaadiista way ku timid, asixaaxu ee sugan can rasuulillahi sal ala slam, nabiga ka sugan, bidikri liyadi, gacan ilaahay loo sheego, ka khabari muxaajati muusa wa aadam, xadiidkii nabi muuse iyo aadan murankooda isqabsadeen ka sheekaynaya, iyo wa qowlihi fiihi uu ku yidhi muuse, muusa markuu la garamayo aadam iyo wuxuu ku yidhi anta aadam baa la istusay, kaasuu yidhi haa, aadamkii khalaqaka allaahu biyadihi, ilaahay gacantiisa kugu abuuray, wa asjada laka malaa'ikatahu, uu kuu sujuudsiiyey malaa'igtiisa, kadibna geedkii intaad cuntay jannada naga soo saaray dhibkana badayso adi maaha, saasuu ku yidhi muuse. haddaba hadalkaale waxa la nabi muuse wuxuu ku leeyahayna waa nabi aadam, wuxuu ku leeyahay ma aadam baa tahay, aladii khalaqaka allaahu, ilaahay uu ku abuuray aadamow biyadihi gacantiisa, wa asjada uu kuu sujuudiyey laka adiga malaa'ikatahu, kadibna waxaan balaa nabaday ee geedii cunay ee dembiga galay ee jannada naga soo saaray uu ku aadaynayaa. xadiidkaasi waa xadiidu abi hurayra, riwaayada lafdigan inuu muuse yirina waa riwaayatu limaami axmed bisanadin saxiixin calaa sharti muslim. xadiidka asalkiisuna waa fi saxiixayn muslim iyo bukhaari. riwaayo kaloo muslim wariyey baa waxay leedahay aadam baa u jawaabay, wuxuu yidhi aadamow muusow, soo adiga muuse ma tihid? haa, muusa bani israa'iil soo ma tihid? haa,
صنك إلهي رسالتي سوء دورتي متيد ها صنك إلهي توصل لها اللي متيد ها صنك إلهي خط التوراة خطه بيدي توراة وربي قعنتي سوء قري متيد ها ما كوهرك تيبو يري انت اللي أبورين انت سوكم أو صنع إنه يقدر كيسا إنه قري قدانا نحن نكاسو لها وحنا يقول قرر هذا يقرر بعد يوهي ستاوي هذا يوهي صريسا ما يوحيه فحج آدم وموسى آدم با موسى كقر هري آدم با موسى كقر هري رواية مسلم مركة وحيلة هذه وخط لك بيده التوراة آدم باري إلهي التوراة وقعنتي سكوه قري هذا الله بذي النبي وحيوسوا يعني إلهي قعن إننا يا ورينا يوينوس وتبين يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحلمنا حديث الشفاعة ومن حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم كيالا ومن حديث أنس في البخاري ومسلم كيالا شفاعة العظمى مركا لتشوه إما شاء الله رفعه نبي آدم بالله تجينا نبي محمد الله إيمان آدم بالله قصوا بالله هذه أبو البشر باطه كانت إلهي النوبر إماش عنك لا حكومه وعذر داراً دونايو قيد ديوان عنو مانت الله فايق عنو بقيا نفسي نفسي يكون إيه دونا حديث كاسا وحيكون إيه دونا أنت أبو البشر خلقك الله بيدي إلهي بقى عدزك هو أبو رأي ملايك بوكوسو تشوتسي إلهي النوبر إنوانك لا حكومه نوال بتنية النار مشور هالكي وحي كل عليه الوقت وسكون رعسيه إلى يكون له دورا مانك قيامة للتاجي يعني نقول له شيء خلقك بيده قاعد يسوع عبارة أنت أسوأ مثل قوله صلى الله عليه وسلم هذا كان حشيرة يا إن ملائكة الرب الله هذا الشيء مركي إلى هذين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك حديث كبرك وحوت الماما يا دوتا صهور نير وانت يا كبضان وملائكة الرب يا كتلي مكاسو حولي إلهي باكويري لا أجعل ذو صالح ذرية من خلقته بيدي كما قلت له كن فكان كلا أجعل كنه مايو صالح ذرية من قف عروتي سوى ناكسن قف كاسو خرقته عن أبو ريبي يدي لما إذا قعمت كمان لم يتكرني ما يقولت له أن كن هو وفكار هذا وآدم نقعنت إذا قمي قعمت بأن كن أبو ري إذن كان كن هو وان الملائكة ذاتهين إذن كمركة لما السنان كرتان عروتا وناكسن صوبان توصن كفر عن تي نلاقي نما نقعاي وقابوري وذي كفر البديد هذيك هو حلو دري شدا صالح البشر هذا ما عروتا ذي الدق هذا إلهي ثم يفي عن هي مرائك تيا فضل بدن ومثلا مرائك تلو والله غمر مرائك تيا فضل بدن هي مايا بني آدم كدق هذا مؤمنين تيا صالحين تا كفر البدن وكفر البيب كان الحديث كان على كامل على كامل سو حديث القدس حديث كان ما هي الهي يري كان نجي ما يوددك صوبان ذريه ادم ان غان ما هي كو ابوري اني كو كلام كنا هو يري فكان هذا حديث كان صدح طريق بالغو وريه غودهان الطرق داسي ضعف باكو ذكر كان اوفي عن ومن حديث جابر وعنا ولنا يا عبد الله بن أحمد في السنة طبراني في الشاميين بيهقي في كتاب الأسماء والصفات يو في شعب الإيمان سنة كي سنين مجهولة كترة وحالله بأي ومرسل عطاء بن يسار مرنا لقوا ولنا سوى موقوفك على عبد الله بن عمرو بن العاص أما رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعة يا طبراني أوسط كأي وكورين يا كبير ك طاوح كسوقات ملك وحلا الشيء ذا ما لبنا من بعد لبنا استنا كتير والله بيلو ولا يقينه مركا
riwaayada ugu roo waa riwaayada Jaabir iyo waqowlihii sal allahu alay wasalam uu yidhi khalaqa allaahu lfirdowsa, ilaahay jannatu lfirdows wuxuu ku abuuray biyadii gacantiisa. xadiidkana sanadkiisa dacfi baa ku jiro bayaaqi fii shacabi liimaan iyo abu nacaym filxilya kayrkood baa wariyey. waxa ugu muhiimsanna waa anas ibni maalik baa laga wariyey, taabiciga ka wariyey daawuud ibni abi hindin. anas waxba kama maqal, ciddii uga soo sheegtay baynaan haynin, ilaa qofkii u dhexeeyey u sheegay lahayana layskuma hadlayn karaa warkan inuu jiro. marka inqitaac buu kala go-an yahay sanadku, waa waxoogay lagaga sheegay. wakadalika sidoo kale ahlulxadiidku yaquuluuna waxay dhahaan, sidaan unbay dhahaan. tan tusaalay ahayde fii jamiici sifaati tilmaamaha dhammaantood allatii nazala, taa uu ku soo degay bidikriha sheegitaankeeda alqur'aanu, qur-aanku uu ku soo degoo sheegay. wa waradat bihi, ay ku soo aroortay ay ku timid alakhbaaru axaadiis asixaaxu oo sugan, min assamci ilaahaynu maqlayaa, walbasari ilaahaynu arkayaa, walcayn ilaahay inuu in leeyahaya, walweji weji inuu leeyahaya, walcilmi cilmi inuu leeyahaya, walquwati awood inuu leeyahay, walqudrati inuu wax walba karo, walcizati sharaf inuu leeyahay, walcadamati weynaan inuu leeyahay, waliraadati walmashiicati doonitaan iyo rabitaan inuu leeyahay, walqowli inuu ilaahay hadal leeyahay oo hadlo oo wax dhaho, walkalaami inuu hadlo, walridaa inuu raalli noqdo, wasakhati inuu caroodo, walxubbi inuu jeclaado, walbuqdi inuu naco, walfaraxi inuu ku farxo, wadaxiki inuu qoslo, iyo wakayriha intaan ahaynba. intaasoo dhan siday tahay u qaataane wax kastoo aayada sheegtay ama xadiid asaxay sheegtay hadal iyo cuqcuqaba keenaan iyo wakayriha intaan ahayn. qaacidadii raacaan maxay tahay marka? min hayri tashbiihin, iyagoon u ekaysiinaynay la shayin wax uun, oo min daalika intaa la sheegay kamid ah, bisifaati lmarbuubiina almakhluuqiin, uunkan rabbiga loo yahay ee la abuuray tilmaamahooda midna waa u eg yahay ma dhahaan. bal yantahuuna, waxay ku istaagaan, way ku ekaadaan fiihaa sifaatkaas, ilaa maa qaalahu allah, wixii ilaahay yidhi. wa qaalahu rasuuluhu sal alay slam, rasuulkiisu yidhi, min hayri ziyaadatin calayhi, iyagoon dusha waxba uga darin, walaa idaafatan ilayhi, waxna aan kuti u tiirinin oo dhinacyo iyo meelna ka haleeshiinin, walaa taqyiifin lahu, aan qaabayninoo sidaasay u eg tahay aan dhihin, walaa tashbiihin, aan wax u ekaysiinin, walaa taxriifin, macnaheeda si kale aan ka dhigin oon bedelin, walaa tabdiilin, aan bedelin, taxriifka muusi adkaynayaa, walaa taqyiirin, aan la bedelin lafdi iyo macno iyo midna aan bedelaynin. erayada waa isku mid, midkaad isticmaashaba qayb qayb. walaa izaalatin, iyagoon meesha ka saarin, lilafdi alkhabari, khabarka iyo aayaddu waxay sheegeen, amaa tacrifuhu alcarabu, carab waxay ka garan jirtay u taqaynay luqaddeeda, oo watadacuhu calayhi, erayada ay u dejisay. luqaddan carab waxay u taqaynay ee erayadan isticmaalkeeda u dejisay macnaheedii macno kale iyagoon ugu leexinin, bita'wiilin fasiraad leexina, munkarin oo la diidooyo, yustan karo in la diidayo, oo luqadduna aynan aqbalaynin, daliilkuna uusan yeelaynin, halkaas uma leexiyaan. luqaday carabtu u taqiinay kama weciyaan, waayo ilaahay baa ku soo dejiyey isagoo luqad caraba, luqaddii carabtana ma rabbi baad ka taqaanaa? warkii la mul waxay dhihi jireen ereygan carabiga saa kuma, haddaad tiraahdo rabbi baad luqaddii carabiga bari miya, haddaad tiraahda erayga in la dhaha saa ma ahayna, rabbi baad u tilmaami sidii habooreed miya, macnaadaha ka badiya sidii habooreed. ninkii haa yidhaahda soobilyaadan kibray maaha, maxaad kaga duwan tahay yuhuud yiri ilaah anaa ka deeqsisan, haddaad tiraahda ereygii meeshan ku habboonaa rabbi anaa ka aqaano, oo sidan si kalaa kaga habooneyd rabbi anaa sixi, haddaad dhahdo kii yiri ilaah anaa ka deeqsisan, maxaad kaga duwan tahay? yar masalada kuu dhuuman wax saalan maaha. wayujruunahu, waxay ku dareeriyaan, ay ku wadaan, ay ku fasiraan,
على الظاهر سذا كم موقت أصل لغة العرب ويكيرون علمه كيف يدي يقاب انت وحي كفوا وقال شهدنا وحي أترى السارتان يؤديان إلى الله تعالى ربي بيؤديان ويقرون وحي قريان بأن تأويله هل كو كدن بين معناها دنبع وقاب كأي سنة تهسيفك لا يعلمه إنه سلوين إلا الله الله معنا كما أخبر الله سيده كشري عن الراسخين كو علمك كحل إرادي كقم إرادي أنهم يقولونه إن الأيام في قوله تعالى والراسخون في العلم كو علمك كحل إرادي يقولون وحينها آمنا به ونغمين كل أمان كان قرني إنتا قرني إنتا نقرنبا من عند ربنا ربك يكتسي كيما وما يذكر ما يذكر من هو انسمه الا اولو الالباب ذكي عقل لما هنا هل كان استغنيه وارد مقاته قفر قرشه ده اي عقل صح ربي سين قفاس و هو غرانيا اقونته وما اوتيتم من العلم الا قليل اي اربع تقانا و حين اي كو شيغ انت تقانا ساو تقانا او قاد انت انا قولنا اني صحنت هي الهي يقان واقبل وانا اقبل سيدي الهي وانا اقبل سيدي ورجيني وانا نقاط يا انا غرنب والهي سبحانه علمي سروح كما قال كذا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الهي قد احاط بكل شيء علمه وايات الكتاب ايضها كتاب وأخبار الرسول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أسوغن المنيرة إفتيم صدريقة الناطقة كهذا الشيء كنا واغري بهذه الصفات تلمات الصفات الأنصوشة وغيرها كوى كلمة كثيرة وابدانتها يطول الكتاب كتاب وإن قلنا يرانا بإحصائها كوريستي دي أرورين تهذا وذكر اتفاق أئمة الملة أئمة الدين هي علماء ذي إن يسكن راعين علماء علماء ذي إن يسكن وافقين يسكن راعين نشجنا وترنا وعدينا على صحة تلك الأخبار أخبار تاني الصحيح يسكن راعين الواردة كصوتي كأرتى كتبت بها صفات كاسي ونقول يا رأي وأكثرها بذكرنا مخرج بالأسانيد الصحيحة أسانيد هي طرق صحن بالغوص وصاري في كتاب الانتصار كتاب كذا الانتصار عن بحي وكان صور شيء نوع مرة بدن بشيء دورارا كتاب كاسو وين بان قري ووحا نم كوة أروريي فافاهم تيسر عدو مقون إيسان وشرطنا شرط يجب في أول هذا الكتاب كتاب بالله يسر وحوها الاختصار إن أنصو قابلنا إيا والاقتصار إن أنكو كوبنا أن أنكو قابسنا على أدنى المقدار قدر كأغير عدين كرا دون الإكثار أنهم بذين برواية الأخبار حديثة ورينتو إيا وذكر أسانيد أسانيد ذين أنشيقنا الصحيحة أصحدي عند نقلة الآثار آثار تأمد السوق ورسي حدثنا على وقتنا مروض يا ومصنف المسانيد كتب السند كلا رقا قري الصحاح يا الصحدان الكبار واوين سيدي امام احمد مسند كيسو كلي رقب قلال كوني لحدن كون تضواتا كون سديت كون حديث كتاب كوروري رقب دوري طبان كون حديث كوروري كتاب انت لاقا كوبان انت وكسو قالات بلينيسا وحيان يران كسو اوروري انتاس يعشر كأن ما انتهانا يكذب المسائل كي باللابي حنك باللابي دونا القرآن كلام الله وما له هو إلي سنكي بدعي لغوك لصاره وما له هو إلي كوة إي جهمي إي معتزلي إي سنكي لغوك لصاره وما له كوة دونا ضدب ظنه وشاتي يكون في أهل السنة وظنالي إي جهمي إي معتزلي أتكوة دون توا هل كان ومسائل كأوه الرئيه قفك اللي هرنبه وهي منهاجك منهاج ليه قروا البفنك هذا ما لأي مركب أوه الرئيسة قفك هرنك تاجره
horta baabka inuu wax ka garanayo iridda lagu imtixaano irid laga soo galaa jirto la yidhaahdo laysu dhiibo demanaaska marka la kala caydsanaya ninkan waa yaqaanaa iyo ma yaqaano maxaa la dhihi jiray maamaadi faqii madax taagay fiqiile madax taagay mustaridaa la hoos dhigaa baa la yidhi baabulbeicu kitaabulqiraad timnaaska loo soo bixiya baabulmustarida baa la dhahay balakan fasiro sharax si fiican isu saar hadduu masaladaa si fiican uga baxo kitaabka ninkaa waa yaqaanaa intaa kadib yaa la xagxagan bay yidhahdeen haduu masalada issaari waayena isagaaba carar isagaaba waa ku beriyo carar masalada qur-aanka cashirka soo socda insha allah u beriyey waa masalada koobaad ee rag lagu kala saara waa dhoob iyo dhay baa loo kala bixi doonaaye insha allahu ilaa berri halkaasaan ku deerina subxaanaka allahu bixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk.